السلام عليكم. الله فاش خلق الانسان خلقه في احسن صوره وهيئ له احسن الظروف باش يعيش، ودور به وحاطه بجميع النعم، منها الماديه، منها المحسوسه، منها الغير مرئيه. ومن اهم هذه النعم كنلقاو النوم، اللي العديد منا ما كيتسوقلوش وما كيردوش البال لاننا ملاهين بالدنيا وملذات ديالها. وباش تعرف بان النوم كياخذ الانسان ثلث من الحياه ديالو، انسان في عمره 60 سنه كياخذ منه 20 سنه، ولكن هذا النوم عنده واحد الاهميه كبيره. كنعرفوا النوم عنده واحد الضروره كبيره في الحياه ديالنا، ولكن الاهم نعرفوا كيفاش كيجي النوم وشنو هو اللي في الذات ديالنا المسؤول عليها. والمسؤول عن النوم في جسم الانسان هو واحد الهرمون كيتواجد في واحد الغده صغيره بحجم حبه الحمص كتواجد في قاعده الدماغ. هذا الهرمون كيتسمى الميلاتونين. نقربكم ليه ونعرفوا كيفاش كيسيطر على الانسان وكياخذ ثلث من حياته. بقاو معنا. الميلاتونين هو الماده السحريه اللي كتحكم في ثلث حياه الانسان. ماده بسيطه عباره عن هرمون كيتواجد كتفرز واحد الغده بحجم حبه الفاصوليا او الحمص كما سبق وقلت، وهذه الغده كتواجد بجذع المخ وكيتم الافراز ديالو ليلا، وهذه هي وقت الذروه ديالو. على داك الشيء كيتسمى او سموه العلماء بدراكولا الهرمونات، لانه كيظهر في الليل فقط. وهذا اللي كيبين ان هذا الهرمون بهذا الصغر ديالو بهذه الدقه ديالو كيسيطر على الانسان، ما هو الا دليل على ان الانسان ضعيف رغم الطغيان ديالو والجبروت ديالو مقابل هذا الهرمون اللي هو بهذا الحجم. وبالنسبه لهذا الهرمون انا كنقول شكرا لهذا الهرمون، شكرا لهذا دراكولا، لانه خلانا نعرفوا بان النوم هو نعمه، وبالسهوله اللي كيسر لنا الامور اننا نعيشوا الاحلام ونعيشوا الراحه، وانه يجدد لنا الخلايا ديالنا بانه يجدد لنا الافكار اللي كتتراكم في كل النهار. وشكرا لانه سبب في تجديد طاقاتنا الجسديه والفكريه، وعلى داك الشيء غادي نتقربوا منه ونعرفوا اكثر. ملي كيتفرز هذا الهرمون اللي هو الميلاتونين من طرف الغده الصنوبريه كيتم تحويله من المخ الى مجرى الدم والى السائل النخاعي والسائل الشوكي، وهو السائل الذي يحيط بالدماغ وبالحبل الشوكي، يتم ارساله الى جميع مناطق الجسم عبر مستقبلات حسيه كتسمى مستقبلات الميلاتونين. كتوجه هذه المستقبلات هذه الماده الى جميع اعضاء الجسم، كتوجههم كتنبههم انه وقت الذروه وان وقت الليل هو هذا وقت النوم. على شكل كتعتبر ساعه بيولوجيه. وكنلقاو بان هذا الهرمون كتختلف الافرازات ديالو من ما بين الليل والنهار وبين الفصول. كنلقاو الافرازات ديالو بواحد الطريقه كبيره في فصل الخريف وفصل الشتاء، وكتقل كذلك في فصل الربيع والصيف. على هذا كنلقاو ان اغلب الحيوانات ان السبات ديالها كيكون في فصل الشتاء، والانسان كتكون عنده رغبه اكثر في النوم في هذه الفصول اللي هي الخريف والشتاء، وكيتنازل على ساعات من النوم خلال فتره الصيف. وهذا الهرمون كيكون افرازات ديالو عند الاطفال اكثر مما هو عند البالغين، وكيزيد يقلال كلما تقدم الانسان في العمر. على داك الشيء كنلقاو بان هذه الغده كتكون اكبر عند الاطفال اللي كيمكن لهم ينعسوا 12 ساعه 14 ساعه 16 ساعه، لان هذه الغده كتواجد بواحد الكميه كبيره، وهذا الهرمون كيكون افرازات كثيره. وتبين الباحثين ان الناس المتقدمين في العمر كيكونوا عندهم افرازات قليله جدا، وكذلك مرضى ديال المرض الالزهايمر، وكذلك مرض باركنسون اللي هو مرض الرعاش. وبالنسبه للناس اللي عندهم قله في النوم ولا ارق ولا كيكون عندهم اضطرابات في النوم، كاين بزاف العوامل اللي كتكون سبب ان الانسان فاش كيعرض البصر ديالو للشاشات الزرقاء او الاضاءه الزرقاء بالليل، يعني ديال اما ديال التلفاز او الهواتف او الحاسوب، ان الانسان في المستقبلات ديالو مازال كتوهم بان مازال النهار. يعني الانسان اللي بغى يكون عنده افرازات ديال هذه الماده اللي كتساعدو على النوم خصو يهيئ له المحيط اللي هو الظلام، وكذلك الابتعاد عن الاضاءه. على شكل كنلقاو اننا فاش كنكونو كنتفرجوا وكنطفيو الضوء كتكون الفتره او الرغبه في النوم اكثر من اننا وحنا شاعلين الاضواء، لان المستقبلات الحسيه كتكون افرازات اكثر وكتخلي الجسم انه يرضخ وينصاع لهذه الافرازات الهرمونيه.
وكاينين ادويه وعقاقير اللي هي محفزات لهذه الماده كتباع في الصيدليات لانها كتساعد على النوم العميق. ولا قدرت تبحث وتقلب على شي سيره ولا شي اقراص ولا حبوب منومه غادي تلقى بانها فيها واحد لادوز وواحد النسبه كبيره ديال ماده الميلاتونين هي اللي كتكون مهيجه او كتكون مهيجه لهذه الماده وكتساعد على الافراز اللي كيساعد بطبيعه الحال على النوم العميق. واللي عنده اضطراب في النوم او ارق او صعوبه في النوم يمكن له يحفز او يهيج هذا الهرمون. كاين بعض الاغذيه اللي كتهيج هذا الهرمون اللي هي غالبا الفواكه منها الاناناس وكاين الموز البرتقال الطماطم والشوفان اللي هو بطبيعه الحال ولا في هذا العصر هذا انه كينصح به بزاف بزاف. وكذلك الانشطه البدنيه كتساعد على افراز هذا الهرمون وكتساعد على افراز التستوستيرون اللي هو مسؤول على السعاده. وعلى داكشي النشاط البدني كتعتبر محفز للميلاتونين بالنسبه للناس اللي ما عندهم حتى اشكال مع هذا الهرمون ولا عندهم انتظام في الحاله الطبيعيه للنوم ديالهم ما عندهم لاش يقوموا بتناول هذه الجرعات او اخذ ادويه محفزه لهذا الهرمون لانها خديها انسان جرعه كبيره يمكن لها تسبب له في انخفاض درجه الحراره وكذلك كتاثر على الجهاز التناسلي البشري كما انها تزيد في نسبه النعاس لان الانسان اللي كان سائق وخد هذه الجرعه يمكن لها تسبب له النعاس او النوم خلال فتره السياقه. هذا في كنقولوا كنصحوا في حال ان الانسان كان كيعاني من الارق وكان كيعاني من صعوبه في النوم وقله النوم عادي يمكن له يتناول هادو بطبيعه الحال باستشاره الطبيب. وكتعتبر النوم من اقوى الظاهره على جسم الانسان حيث ان الانسان يمكن له يصبر على الاكل لمده 3 أسابيع دون اكل ويمكن له يصبر على الماء لمده اسبوع فقط ولكن غادي تقل هذه النسبه اذا كان في جو حار وكانت حراره مفرطه. وان الانسان في النوم يمكن له يصبر حتى 10 ايام وصلت لاعلى مستوى ديال قله النوم او من دون نوم هي 11 يوما 264 ساعه تمت من طرف واحد الشاب في عمر ديالو 17 سنه في واحد ثانويه بكاليفورنيا بالولايات المتحده الامريكيه. ولكن هذا طول السهر كيمكن له يسبب الارق ويسبب الهلوسه ويمكن يؤدي الى الموت لان الانسان ما حد جاته وقت اللحظه ديال النوم راه الجسد ديالو بالكامل كيطلب الراحه باش يجدد الخلايا ديالو ويكون نشاط في الصباح ان شاء الله. تحياتي اليكم. من بعد ما خدينا فكرة على هذا الهرمون اللي هو الميلاتونين والدور ديالو الأساسي في تنظيم حياة الإنسان واعتباره ساعة بيولوجية ينظم حياته ما بين الليل والنهار ما بين وقت العمل ووقت النوم كنبينوا على أن الإنسان كله نعم ولكن إنسان دائما خايد في الدنيا وما كيعرفش كيفاش هذه النعم وما كيتأملش في الجسم دياله الجسم ديالو البشري كله إعجاز. نتمنى هذه المعلومات تكون فاتتكم ونتمنى ان الاغلب ديالكم يشوف الاعجاز اللي في الجسم ديالو. شكرا لكم.